جورجيا. سهيل، خيط رفيع لكن مهم مما ذكره زميلي مروان، وهو متعلق بفكرة ترامب عن التزوير والحديث كثر في هذا الاتجاه. جورجيا كانت عليها علامات كثر في الانتخابات الفائتة الرئاسية الأمريكية. سهيل، أطلعنا على جديد الأوضاع لديك، وإذا ما كان عرج الجمهوريون على تلك النقاط. نعم، أولا دعني أتحدث عن النتائج الفرز. بعد فرز ما يقارب 63% من الأصوات، يبدو أن حتى الآن دونالد ترامب له 52.7%، وكاملا هاريس 47%. فحسب ما هو واضح، كاملا هاريس، نسب كاملا هاريس تتصاعد مع استمرار عمليات الفرز، وأرقام دونالد ترامب تنخفض مع استمرار عمليات الفرز. الآن فيما يتعلق بإجابة السؤال، يعني حتى الآن لا يوجد أي سبب يدعو لتشكيك بنزاهة العملية الانتخابية هنا في ولاية جورجيا. لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل. المشكلة الوحيدة التي تم الإبلاغ عنها كانت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وهي تتعلق باستلام بطاقات الانتخابية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد رفضها القاضي وتم رفعها لقاضي فيدرالي. حتى الآن لم يتم البت في هذه النقطة، ولكن يبدو أنها سوف يتم احتساب هذه البطاقات الانتخابية التي تم تسلمها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي. حتى الآن يبدو أن العملية تسير بشكل سلس، لا يوجد أي مشاكل تذكر، لا يوجد أي إبلاغ عن أي مشاكل سواء في اللجان أو في أماكن الفرز في هنا في هذه الولاية. هذه الولاية حيوية ومهمة للغاية. 16 صوتا في المجمع الانتخابي، يعني هذا سيكون الحسم دقيق للغاية، لأن الفارق بين المرشحين سيكون صغير جدا في هذه المرة. شكرا سهيل. محمد عبد الحي، أنت في واسكنسون، وكما ذكرت ربما في الخدمة الإخبارية الأخيرة هي متفردة في كل